اليوم أنا دلال بي واتس كوكينج وقدامنا في عجينة البقلاوة. هاي تينا، كيفك دلال؟ سافا وانت؟ هيدي ما لازم نطول عليها، بتنشف. لا بس معني بدي احكي لو طولت عليها. اليوم بدي اقول انه في عنا وصفتين، او اليوم عم بالي هيك اشتغل وشجع المشاهدين ما تبقى من السلطة. يعني اليوم اذا عندي بقي شويه من الرز، شويه من الدجاج، عم بالي اعمل سلطه الرز تينا يلي معموله من بصل، توم بودره، توم مدقوق، حسب شو عندنا توم بالبيت، شويه مارسيدوان دو ليجوم، صويا صوص، ويل دو سيزام، شويه من البيض، بدي امزجهم كلهم سوا وبدي اقدمهم كم ان سلاد. وصفتي الثانيه ما تساليني شو اسمها لانه ما بعرف شو اسمها، بين ام علي بين بان بيردو، هي وصفه طيبه كثير من شو معموله. ما في اشتغلها بما تبقى لانه مضطره انه يكون عندي كل العلبه تبع اليوم. عم بحكي على ورقه البقلاوه يلي بدي اجيب بيريكس او حيالله صينيه، بدي اوضع لها شويه من الزبده. وقبل ما نضيع المشاهدين بدي اقول انه وصفتي الثانيه هي وصفه حلوه، يعني هلا عم بحكي على ديسير معمول من ورق البقلاوه يلي بدي اوضع شويه من الزبده بصينيه او ببيريكس، بدي لفهم وضعهم بقلب البيريكس الفاضي، غطيهم بالزبده، دخلهم على فرن حامي لمده 10 دقائق ليصيروا هيك كروستيان. بعد 10 دقائق بدي اشيلهم من الفرن، بدي اجيب حليب سائل، ما بدي احكي بالكريم فريش لانه صار كثير غالي، اليوم حاستبدل الكريم فريش بحليب السائل، شويه من حليب المكثف المحلي يلي بدي امزجهم سوا، بدي غطي وصفتي يلي طلعتها من الفرن، بدي ارجع ادخلها على الفرن لمده 7 دقائق هيك لتشرب تينا، بدي ارجع غطيها بالقرفه البودره من بعد ما طلعها من الفرن. وهون عندي زبيب، عندي لوز، شو ما عندي من المكسرات كمان بدي احطهم. يعني خلينا نبلش بالديسير لندخلهم على الفرن. عجينة البقلاوة أول شيء جبت بيريكس صينية، حيالله شيء فيه دخله على الفرن. بدي اوضع له شويه من الزبده، لكن برجع بذكر انه اليوم وصفتي هي الدسير، يعني عم بحكي على وصفه حلوه. واليوم بدي اقول انه انا هيدي وصفه بعملها اوقات بالبيت وبضيف لها شويه من الجبنه بقلبها، بتطلع كمان طيبه، بس معني اليوم ما عم بالي استخدم جبنه، لكن برجع بذكر انه انا عم بحكي على ورق أو عجينة البقلاوة يلي بنلاقيها بحلا سوبر ماركت. اليوم بدي أقول للمشاهدين مثل ما تينا قالت، أول شيء ما في أتركها وروح لأنه بتنشف، ببطل فيها استخدمها، كثير مهم أول ما أفتحها دغري أشتغل فيها وخلصها. لكن جبنا عجينة بدنا نشتغلها بهيدي الطريقة حسب عن النظر تينا. أوكي. بدنا نشتغلها، فينا نحط اثنين ثلاثة قد ما بدنا. بدنا نضعهم هيك وحدة حد الثانية، يعني إذا بدك اليوم وصفتنا هي العجين. هيدي وصفة كتير طيبة مثل أم علي يلي بحب أم علي، أكيد بحبها. فينا نحط عجينتين، فينا نحط ثلاثة قد ما بدنا. فلا بدنا نشتغلهم بهيدي الطريقة. هي شوي قريبة للأم علي، لأن بتعرفي أم علي بنشتغلها بكرواسون، بعجين، بحليب. فوالا، بعد تحملها كوش. لكن برجع بذكر إنه وضعنا زبدة بقلب صينية أو بيريكس أو حيالله شيء. خلينا نختم بما تبقى، شو رأيك؟ يلا منسيعها هيدي، منسيعها فوالا. الزبده بكعب الصينيه، في لزوم نرجع نغطيهم بشي هلا او لا؟ بدنا نغطيهم بالزبده اكيد. اي بدنا ندهنهم صح. فوالا، بدي شبعهم زبده. من بعد ما شبعهم زبده تينا، خلينا نشيل الكفوف،
فوالا هيدي العجينه يلي هيك اذا بدك كعوكناها ورجعنا حطيناها بقلب صينيه او طنجره. هون في عندي كثير مهم انه يكون مذوب الزبده احسن ما حط شقف لاكد انه كلهم حيشبعوا زبده. بدنا نشتغلهم بهيدي الطريقه. بتعرفي كل عجينه ان كانت بقلاوه كثير حلو انه نشبعها زبده اول شيء لتصير كروستيانت وتصير طعمتها اطيب. ايه اكيد يعني هي العجينه ما كثير فيها نكهه. فوالا. لكن شو عم بعمل انا هلا؟ عم بشبع عجينه البقلاوه بالزبده. ما بدنا نحطها بالفرن تينا وننسيها. هيدي دغري بتتحمص نو. هيدي دغري بتتحمص صح؟ لانه بدي اذكر انه بدي احمي الفرن بعدين بدي ادخل وصفتي بقلب الفرن. واليوم بدي اقول للمشاهدين انا ما عندي زبده. في استخدم شويه من الزيت لنهونها اكثر ولنشجع انه نشتغلها. فوالا حاكتفي هون. فينا نستخدم زبده لايت لنشجع. فوالا فينا ندخل بقلبهم شوية زبدة هيدي وصفة خرج ترويقة خرج بعد الظهر حط لها جبنة كمان ما تبقى من الجبنة حيلا نوع من الجبنة حلوم فوالا حدخلها على الفرن أكيد بدي حمي الفرن وبدي حطها بقلب الفرن. شو رأيك نكتفي هون؟ اوكي. فوالا. لكن مثل ما شفنا إنه غلفنا وصفتنا بالزبدة مثل ما هون عم نشوف، حميت الفرن مش بحطها وبرجع بحمي الفرن، لا بحمي الفرن بدخل وصفتي بقلب الفرن. فوالا. لهالوقت تينا نحن وناطرين شو رايك ننتقل للوصفه الثانيه لنقدر نستوي الدجاج. لكن خلينا هيك نرجع نختم وصفتنا لما نضيع المشاهدين. سريعا نقول انه هيدي وصفه جبنا عجينه البقلاوه يلي غطيناها بالزبده، اشتغلناها بزيت الطريقه يعني كعوكناها، حطيناها بحلة صينيه، حمينا الفرن، دخلناها على الفرن، بس اليوم بدي اقول انه ما خلصت وصفتي، بدي اعير ماكسيموم 10 دقائق، بدي شيلها من الفرن، بدي امزج حليب مكثف محلي مع حليب سائل او اذا عندي شويه من الكريم فريش لما نقز المشاهدين، بدي امزجهم كلهم سوا، بدي ارجع غطي وصفتي يلي اوريدي انخبزت بقلب الفرن، بدي غطيها وارجع ادخلها مره ثانيه على الفرن، بدي شيلها غطيها بالقرفه الناعمه والزبيب يلي نقعته بالروم او الكونيا. هيدي اول وصفه، خلينا هيك نوضع هول على جنب. خلينا هيك نحكي بالوصفه الثانيه، اليوم على بالي اقول ما تبقى، بتعرفي اوقات بنعمل رز بقى عندنا شويه رز، نعمل دجاج ببقى شويه دجاج، شو بدنا نعمل فيهم؟ اليوم حبيت اشتغلهم واقدمهم كسلطه. من شو معموله وصفتي؟ اليوم بطنجره على نار بدي اوضع شويه من زيت الزيتون. اليوم تقولي لي انا ما عبالي اشتغل، عبالي اعمل سلاد دوري تينا بلا دجاج بلا لحمه، بقول لك بشتغل بالخضره خضرة. يعني بشتغل بحالة نوع من الخضره وبمزجهم وبشتغل بزيت الطريقه يلي نحن هلا حنشتغلها. من شو معموله وصفتنا؟ اليوم حبيت اشتغل بصدورة الدجاج يلي بلا جلده يلي قطعتهم مثل الشيش طاووق حتى اصغر شوي لانه بقلب سلطه، ضفت لهم رشه من الملح رشه من البهار الابيض. هلا شو بدي اعمل؟
بطنجرة على نار وضعت زيت زيتون، بدي قلي الدجاج، ويلي ما بحب الدجاج ولا اللحمة فينا نشتغل بالخضرة، يعني هذه وصفة مش ضروري أنه نوضع لها الدجاج. لكن هلا نحن عم نقلي الدجاج يلي وضعناه بطنجره. شو هي وصفتنا؟ هي الدجاج يلي بدنا نقليه بطنجره يلي بدنا نشيله، وبدنا نرجع نكفي الوصفه مع البصل والثوم. بس انا بهالوقت ما رح شيله، رح اتركه يستوي ورح انتقل لطنجره ثانيه فينا، بس اكيد تما ننطر بس بالبيت فينا نخليه يقلي ونشيله بنفس الطنجره. لكن عم بترك الدجاج يتقلى على نار بطنجرة تانية. هلا إذا أنا بالبيت خلص الدجاج، شلت الدجاج، ما برجع بزيد زيت. اليوم حبيت أشتغل بالويل دو سيزام، بس بدي أقول للمشاهدين إذا أنا اليوم ما عندي ويل دو سيزام بالبيت، ما عبالي أشتري، كفي بزيت الزيتون. لكن نحن اليوم عم نقلي فينا الدجاج. شو بدي اعمل بالويل دو سيزام؟ بدي بلش قلي بصل، لكن بالطنجره ثانيه. حطيت ويل دو سيزام، حطيت بصله مفرومه صغير، رجعت ضفت حصين من الثوم، وضفت الماسيدوان او حيلا نوع من الخضره، مزيج الخضره يلي عندي اياه بالبيت. هلا عم بقلي بصل، لكن خلينا نشوف تينا الفرن وين صار. بعد بده شوي ومنشيله. لكن عم نقلي بصل مفروم صغير، الدجاج على نار، بتعرفي كثير مهم انه الدجاج يستوي كثير منيح. لكن الدجاج، بصل، ثوم، هول رح نزيدهم على الرز اللي ديجا مطبوخ او مسلوق. أي. يعني بصل، ثوم، شو تينا؟ وتقلية البصل والثوم بزيت السمسم. بزيت السمسم. اليوم ما عندي زيت سمسم، ضلني اعمل هيدي الوصفة لنشجع. اوكي. وبشتغل بالزيت العادي اللي عندي بالبيت، يعني او زيت نباتي، انا شخصيا بحب زيت الزيتون. او حسب كل واحد شو بده. او حسب شو عنده، صح. لكن بصل، ثوم، هون الدجاج على طول على نار. بدي احط الماسيدوان. هلا بتقولي لي يعني عم بحكي اليوم على خضره مفرومه صغير، هيلا نوع من الخضره، تبقى ما تبقى من جزر، باذنجان، كوسه، لوبيا، هيلا شيء بضيفهم على الرز. لكن بصل، ثوم مفروم، خضره على طول على نار. والدجاج على طول على نار. بدنا نحطينا، بدنا اليوم عندي نوعين من الثوم، في عندي الثوم المفروم صغير، وفي عندي الثوم المدقوق، او في حط ثوم مفروم، ثوم بودره. لكن بصل، ثوم، خضره، ثوم مدقوق، انا شخصيا كثير بحب الثوم المدقوق بالطبخ. Thank you.
سو هيدي السلاد رح تتقدم دافية أو سخنة ولا كيف؟ فينا يعني فينا ناكلها دافية أطيب أكيد. أوكي. هون في عندي بيضتين كاملين، بفتلهم شوية من الملح، شوية من بهار الأبيض، هلا بدي أضيفهم على وصفتي اللي هي بصل وثوم والماسيدوان. بتقولي لي أنا ما بحب البيض، بشتغلها بلا بيض، بس هي البيض مع رز كثير طيب. فوالا. هيدا شو بضل عندي؟ أول ما يبلش يستوي البيض بدي أمزجهم كلهم سوا، وبدي أرجع أضيف شوية من الملح بهار الأبيض صويا صوص، وبدي أرجع أضيف الرز. واليوم بقول للمشاهدين إنه أنا ما بدي أسلق الرز مع المزيج، أنا سلقت الرز ما في غير زيرو. هون حيلا نوع من الرز، فينا رز بسمتي، رز أمريكاني، حسب أنت شو بتحبي تشتغلي. بهالوقت تينا أنا شو رح أعمل؟ رح طلع على الفرن لأقدر كفي وصفتي اليوم. بعد بدها بس دقيقتين، خلينا نقوي الفرن. خلينا نرجع نقويه للفرن، شو رأيك تينا؟ فوالا. تنخلص اليوم. اوكي، بارفي. فوالا. لا خليني أنا أعمله عنك. يلا، أنا بروح على البيض. فوالا، هيدا البيض. خلينا نضيف شوية من الملح وبهار الأبيض. بدنا نمزجهم كلهم سوا. بدي أضيف صويا صوص. لكن برجع بذكر إنه أنا اليوم اشتغلت بالبصل والثوم. ثوم المدقوق، ثوم المفروم. ضفت شوية من الماسيدوان أو حيلا نوع من الخضرة يلي عندي إياها بالبيت. ضفنا شوية من الملح، شوية من بهار الأبيض. بدنا نرجع نضيف الصويا صوص، نمزج الرز، نرجع نضيف شوية من ويل دو سيزام، شوية من البصل الأخضر. خلصت سلاد تينا. فوالا، حطينا بصل أخضر. بدي أضيف شوية من الصويا صوص. شفتي البيض استوى تينا. شوية من الصويا صوص. بدي ارجع اضيف شوية من ويل دو سيزام. خلصوا الدجاج. اوكي، هيدي مثل الفرايد رايس يعني. سوري؟ مثل الفرايد رايس. صح. هلا هي اكيد بدها وقت اكثر، بس نحن معنا لضيق وقتنا. لكن حطينا مرتين ويل دو سيزام، لوحنا البصل والثوم بالويل دو سيزام وختمنا بالويل دو سيزام. فوالا. بضل عنا نختم بالرز، اليوم فينا نشتغل بحيلا نوع من الرز يلي نحن بنحبه. شو صار بالفرن يا تينا؟ خلينا نضيف. ما على باله يمشي اليوم. ما على باله يمشي، اوكي ما بيأثر، ما يمشي، بس خلينا إذا ما عملوا يدور خلينا نوصل الفكرة للمشاهدين. هن بفتكر بالبيت بيمشي الفرن أكيد، لكن خلينا هيك بس نختم هم عليه قبل.
بنرجع بنذكر انه وضعنا بصل، ثوم، ثوم مفروم، ثوم بودره، رجعنا ضفنا ماسيدوان دو ليجوم او حيلا نوع من الخضره يلي عندنا اياها بالبيت. بدي اقول يوم ما تبقى، ضفت ويل دو سيزام ما عندي مبحث، ضفت صويا صوص، رجعت ضفت بصل اخضر. على جنب بكون عندي شويه من الرز، حيلا نوع من الرز اللي عندي بالبيت. اليوم حبيت اشتغل بالدجاج، في حط دجاج، في ما حط دجاج. بدي امزجهم على السلات، ضيف الرز واختم وصفتي. هيدي هي بتكون السلات. هلا مالي حنشيل البيركس من الفرن، لو الفرن ما حب يشتغل اليوم مش مشكل، بس لنقدر نوصل الفكره للمشاهدين. تينا فوالا، هنشتغل هون. لكن ضفنا الدجاج او اللحمه او بس او اكتفينا بالخضره، بدنا نضيف الرز. هيدي خلصت الوصفه، هيدي خلصت تينا. بدنا نضيف شويه من الرز، برجع بذكر المسلوق. فينا نحط رز قد ما بدنا، فينا نحط كبايه، كبايه ونص، كبايتين، هيدا ذوق. قد ما نحن منحب الرز قد ما منضيف الرز. فوالا، هيدي طلعت عندي سلاد دوري مع بيض وخضره ودجاج. ما بدي انسى الصويا صوص والويل دو سيزام. هلا بعد شوي، هلا طيبه سخنه هيدي كمان، طيبه سخنه. اوكي هلا بده اياها سخنه لكن إيه. انا بحبها فاتره يعني، مش كثير سخنه، فاتره. خلينا هيك نجيب البيركس اللي بالفرن. يلا لو ما كثير حمريت نكون وصلنا الفكره. هلا سخنه للمشاهدين، صارت كروستيانت بس بعدها شوي لونها. فوالا خلينا نحطها هون. هلا بنرجع من اول فرن تينا وبنرجع ندخلها بقلب الفرن. هلا اذا مندسها صارت كروستيانت. شو هي وصفتنا لنقدر هيك؟ شو بدنا نزيد عليها؟ من بعد ما وضعنا عجينه، بنرجع بنذكر عجينه البقلاوه، حطينا لها زبده، دخينا لها على الفرن، ضفنا حليب سائل او كريم فريش. اوكي. شويه من حليب المكثف المحلي يلي بنلاقيه بالسوبر ماركت، مزجتهم سوا. بدي غطي وصفتي فيهم. فينا نضيفهم كمان شويه قرفه اذا ما عبالي على الوجه، اذا بحب طعمه القرفه في يضيف بقلبها قرفه. اوكي. ما حطيت سكر، في حط شوية من العسل يلي كمان بيطلع طيب. فوالا هيدا المزيج بدنا نضيفه على العجينة. على العجينة. هلا بتشربها تينا. بدي ادخله على الفرن وارجع غطيه بالقرفة والزبيب. فلما تطلع دلال تطلع كروستيان سميكه يعني، صارت تطلع سميكه، صارت كيف وقت ندوق العجينه يلي تقرش تقرش بزيت الطريقه. هلا بدنا نرجع ندخلها على الفرن. ما بعرف اذا حيكون عندنا وقت انه ما عندنا وقت، خلص وقتنا للاسف، بس وصلت الفكره. بنرجع بنفوتها على الفرن، بنرجع بندخلها على الفرن، بنتركها شي 10 دقائق ربع ساعه لتشرب العجينه، بنرجع بنشيلها من الفرن، بنغطيها بالقرفه الناعمه وشويه من الزبيب او حتى قلوبات او قلوبات، حيلا شي عملية بالبيت وبنقدمها. ثانك يو دلال. رح ناخذ بريك مشاهدينا ومكافيين.